السلام عليكم، نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار. والبداية بالعناوين. قوات الصاعقة تمهل العائلات العالقة بدنفودة حتى الرابعة من مساء اليوم للخروج من المنطقة. مركز السرايا يؤكد قصف طائرات دون طيار للمنطقة. وكوبلر يدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. بلد الجفرة يدعو إلى خروج كافة التشكيلات المسلحة ويؤكد دعمه للمصالحة الوطنية بين الليبيين وتجنيب المنطقة أي صراع مسلح. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تواصل استهداف المدنيين والمرافق الحيوية بمناطق النزاع في ليبيا، ومنظمات حقوقية تؤكد أن النازحين والمهجرين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة. أهلا بكم. أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي تأمين ممر للعالقين بمنطقة جنفود اليوم. وأوضح الهلال الأحمر عبر صفحته على فيسبوك أن عناصره ستكون موجودة قرب مقر شركة الجوف غربية منطقة جنفود لتأمين خروج العالقين من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء. يأتي ذلك تزامنا مع المهلة التي أعلنت من قبل قيادة قوات عملية الكرامة يوم أمس بمنحها للعائلات والمحتجزين والعمالة الوافدة وغير المسلحين فقط الخروج من منطقة جنفودة اليوم السبت. وقد رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بالمهلة التي منحتها قوات عملية الكرامة للمواطنين للخروج من جنفودة، قائلا إن مسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتق أطراف النزاع. ودعا كوبلر في تغريدات له عبر حسابه على تويتر جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، قائلا إن هذه الأطراف مطالبة بإجلاء جميع المدنيين من جنفودة وضمان عدم التعرض لهم أو الاعتداء عليهم. في سياق متصل، أكد مركز السرايا للإعلام أن قوات عملية الكرامة استهدفت اليوم منطقة جنفودة السكنية بقذائف الهاون. وأضافت النافذة الإعلامية لمجلس شورى ثوار بنغازي أن طائرة دون طيار وجهت قذائف مدفعية استهدفت المنطقة التي تعرضت أيضا لسبع غارات جوية في وقت مبكر من صباح اليوم. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إعلان قوات الكرامة وقف إطلاق النار لمدة 6 ساعات مهلة لخروج العالقين في المنطقة. هذا وكانت القوات الخاصة الصاعقة قد أعلنت أنها ستوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 10 صباحا وإلى 4 من مساء اليوم لإعطاء فرصة لخروج العائلات من جنفودة. وأضافت قوات الصاعقة عبر صفحتها على فيسبوك أنها تخلي مسؤوليتها عما سيحدث بعد انتهاء المدة الممنوحة لخروج العائلات، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على التعليمات الصادرة من القيادة العامة لقوات عملية الكرامة. الآن من بنغازي إلى درنا، حيث عبر عدد من أهالي المدينة عن رفضهم التام لقرار الحاكم العسكري بتعيين عميد للبلدية، معتبرين ذلك مخالفا لما جاء في الإعلان الدستوري. ونوه البيان إلى تمسك أهالي درنا بالمجلس المحلي المنتخب من قبلهم، داعين المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود من أجل رفع الحصار المفروض على المدينة. كما أشار البيان إلى تمسك أهالي درنا بمبادئ ثورة 17 من فبراير، معبرين عن رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله. نندد ونستنكر القرار الصادر عن ما يعرف بالحاكم العسكري بتعيين عميد لبلدية درنا، نعتبره مخالفا في ذلك ما نص عليه الإعلان الدستوري. تمسك التام بالمجلس المحلي المنتخب من المدينة، إننا نرفض وندين الحصار والقائمين عليه. نطالب المجتمع الدولي والمحلي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤوليتها وفك الحصار عن درنا.
دعا عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد إلى خروج كافة التشكيلات المسلحة من جميع مناطق الجفرة من الفجهة غربية المدينة إلى زلة شرقا. وأوضح رشيد لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المجلس البلدي يعمل على تجنيب المنطقة أي صراع مسلح، مؤكدا دعمهم للمصالحة الوطنية بين الليبيين. وأضاف عميد بلدية الجفرة أنه يجب استغلال النصر الذي حققته قوات البنيان المرصوص على عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة لإحلال السلم في بقية المناطق حسب قوله. نفى المتحدث باسم القوات الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب محمد جليوان ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص إعلان حالة الاستنفار بقاعدة تمن هند العسكرية وباقي المواقع التي تتمركز بها القوة في الجنوب. وأوضح جليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الوضع بالمواقع التابعة لهم طبيعي، مشيرا إلى أن القوة الثالثة أعلنت رفع درجة الاستنفار قبل شهرين تحسبا لفرار مجموعات مما يعرف بتنظيم الدولة من سرت إلى مدن الجنوب وفق قوله. أفاد رئيس لجنة المصالحة بين قبيلتي ولاد سليمان والجذاذفة علي الحسناوي بأن وفود المصالحة غادرت المدينة وستتولى لجنة من مشائخ مدن الجنوب مهمة إنهاء الأزمة بشكل كامل بين القبيلتين والمصالحة الشاملة بالمنطقة. وأوضح الحسناوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هناك بعض النقاط العالقة سيتم البحث فيها، مؤكدا أنه من المنتظر أن تشهد المفاوضات انفراجا خلال الأيام القادمة. هذا وأكد رئيس لجنة المصالحة أن القبيلتين مصرتان على إنهاء كافة الخلافات، لافتا إلى أن هناك تعاونا إيجابيا بينهم وبين لجان المصالحة. أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر دعمه الكامل لجهود المحكمة الجنائية الدولية والتحقيقات التي تجريها في ليبيا. وأضاف كوبلر في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن تأسيس القانون والنظام وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة كلها أمور ذات أولوية بالنسبة إلى ليبيا. وقال كوبلر إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستستمر في رصد الانتهاكات الحاصلة في البلاد. معنا عبر الهاتف من تونس مسؤولة الرصد والتوثيق بقسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سميرة بوسلامة. سيدة بوسلامة أهلا بك، ما توصيف بعثة الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في ليبيا هذا العام؟ سيدة بوسلام هل أنت في الاستماع؟ طيب، يبدو أن هنالك مشكلة في التواصل مع مسؤولة الرصد والتوثيق ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نتواصل معها في نشرات لاحقة. إلى ذلك، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن انعدام المساواة وانتهاكات حقوق الإنسان تفرض تحديات متزايدة حول العالم. وأشارت موغريني في إعلان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم في 2016 مساعدات مالية لأكثر من 250 شخص من المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم والمعرضين للخطر بسبب عملهم اليومي. وأضافت موغريني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل عمله في 2017 للدفاع عن حقوق الإنسان داخل الاتحاد وخارجه في إطار الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية والأمنية. معنا مجددا عبر الهاتف من تونس مسؤولة الرصد والتوثيق بقسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيدة سميرة بوسلامة، أهلا بك، هل أنت في الاستماع؟ أهلا بك، أنا في الاستماع. أهلا بك أستاذة. طيب، فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في ليبيا، ما توصيف بعثة الأمم المتحدة لهذا الوضع في عام 2016؟ والله للأسف الشديد يعني في 2016 يعني من شهر، لو حسبنا يعني من شهر 10 إلى شهر 11 السنة الحالية، يعني ما فيش تحسن للأسف الشديد، يعني في تقريبا نفس الانتهاكات اللي كانت تصير يعني من في إطار النزاع في ليبيا في يعني بعض المناطق التي شهدت نزاع أكثر من مناطق أخرى، في يعني عمليات في العمليات القتالية وفي الهجمات العشوائية والانتهاكات الأخرى مع القانون الإنساني الدولي،
لتدخل تحت إطار حماية المدنيين، يعني تواصلت معها، معناتها الخسارة في الأرواح المدنيين منهم النساء والأطفال والرجال غير المقاتلين، يعني تقريبا 579 حالة اللي احنا قدرنا للتوصل على الأقل معناتها لرصدها، اللي هي ما بين جرحى وقتلى، في 56 طفل قتلوا موزعين طبعا ما بين مناطق مختلفة مثل بنغازي، مثل الزاوية، مثل سبها، طرابلس، مشروع نينا، يعني مختلفين في الجفرة طبعا، مختلفين في مناطق مختلفة. طيب ما أبرز المناطق إذا التي يمكن تصنيفها كمناطق سوداء في ليبيا من حيث انتهاكات حقوق الإنسان من عدمها؟ يعني ما فيش مناطق سوداء، مناطق بيضاء، يعني في أنماط للانتهاكات اللي حصلت في خلال السنة الفائتة. فيعني انت حضرتك تعرف انه يعني مثلا سرت لو اخذناها، يعني راح الحرب والقتال معناتها اللي راحوا ضحيتها المدنيين، راحوا ضحيتها بعض الأسرى والناس الذين خطفوا نظرا لاختلافاتهم مع ما يسمى بالتنظيم، يعني هذا نوع او مدينه فيها نوع او نمط معين من الانتهاكات. في بنغازي نفس الشيء، يعني في عمليات قتالية، في هجمات، في قصف راحوا ضحيته معناتها الأطفال والنساء وبعض المدنيين. نعم. في قصف على مثلا المستشفيات، في المتفجرات، سيارات معناتها المتفجرة، في الزاوية مثلا معارك ما بين في مناطق سكنية أودت بحياة المدنيين، في طرابلس مؤخرا. فيعني الارتفاع عدد الضحايا في مناطق دون أخرى نظرا للعمليات المتواجدة في سبها نفس الشيء مؤخرا، يعني للأسف في كم 20 شخص قتلوا في عمليات القتالية اللي حصلت ما بين بعض يعني. طيب إذا هنالك العديد من الانتهاكات التي جئت على ذكرها الآن، ولكن عمليا كيف يمكن وضع حد لها؟ يعني ما دأب عليه فريق الرصد والتوثيق والبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كقسم حقوق الإنسان والأقسام الأخرى هي خاصة يعني هي التقليل أو تقريبا يعني خلينا نقول أكثر من التقليل، اللي هي وقف العمليات معناتها القتالية في المناطق السكنية، وقف معناتها الهجمات العشوائية حتى لا يقع معناتها تقع العدد الكبير هذا من الضحايا. ثم الناس الذين يؤثرون أو الناس الذي يقع خطفهم أو الناس الذي يقع معناتها احتجازهم في أماكن سرية أو في أماكن غير مخصصة معناتها للاحتجاز أو غير قانونية يجب الحد منه، أو تقريبا إن شاء الله نقول السنة الجاية يجب. طيب بما أنك أشرت إلى هذه الفئة المحتجزين قسريا، يعني أنت ذكرت أعداد بخصوص الجرحى والقتلى جراء النزاعات المختلفة في ليبيا، ولكن ماذا عن أعداد المهجرين النازحين المختطفين قسرا؟ هل وثقتم أعداد محددة؟ للأسف الشديد نحن غير قادرين، تعرفوا أنه البعثة يعني موجودة في تونس، ونظرا للتهديدات اللي طالت الناشطين والناس اللي توثق على مستوى الأرض والناس اللي طلعت حتى من ليبيا لأنه وقع استهدافهم نظرا لنشاطهم الحقوقي، لا كانوا غير قادرين على التوثيق. فلهذا يعني ثم عندنا مشكلة في الإحصائيات أو في حصر الأعداد هذه للأسف الشديد. لكن طبعا يعني ما ننساوش تورغة، ما ننساوش المشاشية، ما ننساوش سرت، نازحي سرت المتواجدين في الجنوب والمتواجدين في بني وليد، ما ننساوش معناتها بعض النازحين داخليا من منطقة إلى منطقة، مثلا من طرابلس نفسها من منطقة في طرابلس إلى منطقة أخرى، من ورشفانة والعديدين جنفودة. فأحنا غير قادرين، اللي نعرفوهم هم معناتها بالألاف مسجلين الآن. بالنسبة للمختطفين للأسف الشديد يعني نفس الشيء، لأنه الإنسان اللي لما يخطف في بعض الأحيان يهدد حتى العائلة ويقول لهم لو صرحتم بهذا فسوف معناتها يقتل ابنكم أو بنتكم، أو طالت معناتها أيادي
الخطف والغدر هذه حتى الأطفال للأسف الشديد، وسمعت أكيد بالحوادث المؤلمة الأخيرة اللي حصلت للأطفال. بالنسبة للمحتجزين معلش أستاذة يعني حبيت تفضلي في إجازة، مجموعة كبيرة جدا من المحتجزين داخل من المهاجرين طالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا يعني بالآلاف، لكن يعني للأسف الشديد وخارج إطار القانون لأنهم لا يستطيعوا حتى أنه معناتها يلتجئوا للقضاء للحكم لإصدار حكم يعني بعدم قانونية احتجازهم. المهاجرين هذم يعني من دول مختلفة، ثم حتى دول يعني مصنفة تحت الحماية حماية مفوضية اللاجئين، يتعرضون يومي يتعرضون لسوء المعاملة، في بعض الأحيان تصل لحد التعذيب، ثم عمليات قتل داخل أماكن إذا هنالك العديد من الانتهاكات التي طالت فئات مختلفة في ليبيا. أشكرك جزيلا دركنا الوقت، كنت معنا مسؤولة الرصد والتوثيق بقسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سميرة بوسلامة. السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت رحب بما وصفه بالتقدم الكبير في الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة، وقال ميلت في تغريدات له على تويتر إن ما يعرف بتنظيم الدولة يمثل أكبر تهديد لحقوق الإنسان في ليبيا، داعيا إلى احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وإنهاء العنف النوعي في البلاد. أكد ميلت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن بريطانيا تواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني لرفع كفاءة مؤسسات الدولة في ليبيا. تعليق على وضع حقوق الإنسان في ليبيا، ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمعة العمامي. أهلا بك سيد العمامي، ما توصيفكم في منظمة التضامن لوضع حقوق الإنسان في ليبيا عام 2016؟ أهلا وسهلا، شكرا لك. أهلا بك. ولأني سمعت أيضا الأستاذ لما تتحدث على ما حدث في 2016 في ليبيا، هذا ما نشاهده ومن مرصدناه أيضا في منظمة التضامن. الوضع الحقوقي عامة في ليبيا من سيء إلى أسوأ منذ مايو 2014 بداية الأزمة وانتقال من الأزمة السياسية إلى نزاع مسلح في ما بين يعني مجموعات اللي هي متواجدة على الأرض. كل يعني ما نراه الآن هي انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الإنسان، هي أصلا قاموا في 17 فبراير على عليها سبب في تركيا السابقة، الآن تعود بأشكال أخرى. هذا طيب حتى نسمعك فقط بشكل أوضح سيد العمامي، أرجو من حضرتك أن تبقى في يعني مكان يتوفر فيه التغطية للشبكة اللاسلكية. في سياق ردود الفعل هنالك دعوات دولية ومحلية لوضع حد لإنهاء حالة الانتهاك لحقوق الإنسان في ليبيا، ما حجم الاستجابة برأيك لهذه الدعوات؟ هناك في مسائل كبيرة جدا إن كان تبار من داخل ليبيا أو أيضا من يعني المؤسسات الدولية. هناك مجالس الحكمة و يعني هي تسعى للصلح ما بين المناطق، هذه واضحة لها يعني نرى بؤر يعني مضيئة في هذا الشأن. القضايا التي تم حلها في هذه المجالس سواء كان في كذا الآن أو كانت ما بين في مداري أو كانت في ورشفانة أو كانت في شاشية، هذه يعني بقع بيضاء يعني بسبب مساعي الناس اللي هي تحاول أن تقوم بمصالحة وطنية ما بين المجموعات. هناك هذه المساعي هي التي يجب أن يتم دعم. قامت التضامن في 7 يوم 8 بتجميع بعض الخبراء في قضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومحاولة مساعي يعني محاولة خط رسم خط عودة إلى مصالحة وإلى النظر بأن هذه الحروب لن تأتي بخير، هذه معروفة للجميع، ولكن الجميع
يريد الحلول، يريد حلا لهذه القضية. أشكرك جزيلا، في انتظار أن يوضع حد نهائي لهذه الانتهاكات عفوا. كنت معنا رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمعة العمامي. انضم إلينا الآن أيضا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم. سيد الناجم، 2016 كانت سنة كارثية على مستوى حقوق الإنسان في العالم، هكذا وصف بان كي مون وضع حقوق الإنسان. كيف تقيمون أنتم وضع الصحافة لهذا العام في ليبيا؟ نعم، يعني ليس الصحفيون فقط كانوا ضحية لهذا العنف أو المدنيون، هناك الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيون أو مدونون تعرضوا للكثير من حوادث العنف التي وقعت في السياق العام من نسبة لتزايد نسبة النزاعات المسلحة. فبالتالي يعني في المجمل هناك ضعف في قدرة المجتمع المدني وفي قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الدفاع والنضال لأجل القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون أو الفئات المهمشة من المجتمع والأكثر تهميشا كما نسميها في حقوق الإنسان، وهم الصحفيون وأيضا المرأة. طيب، بالحديث عن الصحفيون والأقليات، طيب هذه الفئة تحديدا، يعني ما أبرز الانتهاكات التي رصدتم أن الصحفيون تعرضوا لها في مختلف مناطق النزاع في ليبيا هذا العام؟ نعم، هذا العام هناك تزايد كبير في حالة الاختطاف والتعذيب بشكل كبير جدا. يعني الإحصائيات التي الآن ستنشر في نهاية هذه السنة تدل بأن هناك توسع في حوادث الاختطاف والتعذيب التي تحدث ضد الصحفيين والمدافعين والمدونين. فبالتالي يعني نحن نتحدث عن زيادة أصبحت تتزايد سنة بعد الأخرى بعد الانتكاسة في 2014. فيعني في المجمل نحن نتحدث عن تزايد في نسبة العنف وليس نقص في مثل هذه الحالات. أشكرك جزيلا، كنت معنا مدير المركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت متواصلة وفيها بعد الفاصل. ديوان المحاسبة يقرر تجميد حسابات 13 شركة مختصة في توريد السلع الغذائية بتهمة التلاعب بالاعتمادات المصرفية. قوات الصاعقة تمهل العائلات العالقة بجنفودة حتى الرابعة من مساء اليوم للخروج من المنطقة. مركز السرايا يؤكد قصف طائرات دون طيار للمنطقة، وكوبلر يدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. بلد الجفرة يدعو إلى خروج كافة التشكيلات المسلحة ويؤكد دعمه للمصالحة الوطنية بين الليبيين وتجنيب المنطقة أي صراع مسلح. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تواصل استهداف المدنيين والمرافق الحيوية بمناطق النزاع في ليبيا، ومنظمات حقوقية تؤكد أن النازحين والمهجرين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة. أهلا بكم من جديد. أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا دعمها لصندوق دعم الاستقرار في ليبيا المخصص لمدينتي سرت وسبها بقيمة 10 ملايين دولار. وأوضح السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أن المساعدات ستخصص لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المدارس والمستشفيات وإمدادات المياه في مدينتي سرت وسبها. أصدر ديوان المحاسبة قراراً يقضي بتجميد حسابات 13 شركة محلية متخصصة في توريد السلع الغذائية. وأوضح ديوان المحاسبة عبر صفحته على فيسبوك أن القرار ينص على تجميد حسابات مصرفية واسترجاع الأموال المهربة. وأضاف ديوان المحاسبة أن الشركات تقوم بالتلاعب في الاعتمادات وتهريب العملة الصعبة ومن ثم بيعها في السوق السوداء حسب تعبيره، لافتا إلى أن إجمالي التحويلات التي تم منحها لتجار القطاع الخاص في شكل اعتمادات ومستندات بلغت 4 مليارات و500 مليون دولار.
أفاد رئيس المباحث بمعبر راس جدير الحدودي محمد مرضية باستمرار غلق المعبر من الجانب التونسي لليوم 12 على التوالي. وأوضح مرضية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سكان مدينة بنقردان التونسية لا يسمحون إلا بمرور سيارات الإسعاف فقط، لافتا إلى عدم وجود أي مفاوضات لحل هذه الأزمة. ودعا رئيس المباحث بمعبر راس جدير حكومة الوفاق إلى التواصل مع السلطات التونسية لفتح المعبر من جديد. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. قوات الصاعقة تمهل العائلات العالقة بجنفودة حتى 4 مساء اليوم للخروج من المنطقة. مركز السرايا يؤكد قصف طائرات دون طيار للمنطقة. أما كوبلر فيدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. بلد الجفرة يدعو إلى خروج كافة التشكيلات المسلحة ويؤكد دعمه للمصالحة الوطنية بين الليبيين وتجنيب المنطقة أي صراع مسلح. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تواصل استهداف المدنيين والمرافق الحيوية بمناطق النزاع في ليبيا، ومنظمات حقوقية تؤكد أن النازحين والمهجرين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تي في على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، ويوتيوب. أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.